جعلتنا مواقع التواصل الاجتماعي نظن أن عمليات التجميل هي فقط لنفخ الشفاه وتكبير الصدر والأرداف، وجعلنا حسن التازي نقتنع بأنها ليست لذلك فقط، وليست لأغنياء القوم بل حتى لفقرائهم. ساعد العديدين على مواجهة مشاكلهم الصحية، أعاد ترميم وجوه فقدت أمل الابتسامة من جديد، نال لقب طبيب الفقراء قبل أن يوسم بوسام الاستحقاق الوطني. صفات حميدة ووجه بشوش قابله تشكيك السلطات. انتقل حسن من أرقى أحياء البيضاء إلى زنزانة بعكاشة، ومن أشهر أطباء المملكة إلى متورط بتهم جنائية صعبة. فهل كان للتازي وجه آخر غير الذي يروج لنفسه به؟ أم أنها ادعاءات وافتراءات للإطاحة به؟ أسئلة يجيب عنها القضاء المغربي في كلمته الأخيرة.